اهلا بحضراتكم مره تانية. الكلام برضو في حضره الكبار بيبقى له طعم مختلف، ومن وقت للتاني بنقول ان احنا لازم نرجع لكبار العقول في هذا الوطن علشان نقرا بعيونهم الحاضر والماضي، وبالتالي ممكن ربنا يساعدنا كده ونشوف المستقبل. ضفنا النهارده بشكل شخصي واحد من الاساطير بالنسبه لجيلنا، هو صاحب امريكانلي واللجنه والجليد وشرف وذات. ضفنا النهارده في قصر الكلام لينا الشرف انه يكون الكاتب الكبير والروائي الاستثنائي الاستاذ صنع الله ابراهيم، منورنا ومشرفنا في قصر الكلام. حضرتك منورنا جدا حقيقي. اشكرك. انا عاوز ابدا من السؤال اللي محير ناس كتير جدا. لو ذات هذه الشخصيه المحوريه اللي دخلت قلوب كل المصريين كملت في مرحله الاضطراب اللي احنا عايشينها من بعد 25 يناير، شكلها، تصرفاتها، حياتها هتبقى عامله ازاي؟ اولا هي كانت هتصاب بالاكتئاب وهتنتحر في الاخر، لانه يعني هي كانت في حاله بهجه لما حصل 25 يناير، وزي كل الناس، كل الناس كانت يعني مقبله ومهتمه بانها تنظف الشوارع ومهتمة بانها مش عارف تعمل ايه وتروح الانتخابات، وبعدين يعني كل ده من ساعة ما المركز العسكري سلم البلد للإخوان، وبعد من ساعة ما الإخوان استلموها وجم المسائل اتغيرت خالص. يعني هل ده معناه إنه الأستاذ صنع الله إبراهيم بيعيش في حالة اكتئاب دلوقتي؟ اه طبعا، بلا شك طبعا. بسبب حالة الارتباك اللي عايشها؟ مش أنا واللي جنبي واللي فوقية واللي تحتية، الناس كلها في الشارع مكتئبة. مش شايف أي بادرة أمل موجودة دلوقتي أو في المستقبل؟ بص هقول لك حاجة، في حاجات رائعة جدا بتحصل. الموقف بتاع نقابة الصحفيين، الموقف بتاع نقابة الأطباء، الراجل النقيب بتاع الأطباء ده هو ومنى مينا اللي معاه اللي هم، دول ناس عظام. دول يستحقوا يعني كل تقدير وكل حب. دول اللي هم بيدونا الأمل. موقف نقابة الصحفيين والنقيب والناس اللي معاه دول اللي بيدونا الأمل. إنما غير كده حاجة يعني ابص مثلا على البرلمان بتاعنا. يعني حاجه حقيقه مش بيزعلك شكل البرلمان؟ بيزعلني شكل البرلمان، بيزعلني شكل كل حاجه. شكل الشارع وشكل الجرنان وشكل التلفزيون، كل ده بيزعلني. هل عند حضرتك تفسير اللي بيحصل ده ان كل الحاجات تبدو كده في عيوننا مطربه وكئيبه ومرتبكه؟ تفسير؟ ما عنديش تفسير طبعا. تفتكر انت ايه؟ يعني هل في أسوأ كوابيس صنع الله ابراهيم في رواياته، هل كنت تتخيل المشهد الحالي اللي احنا موجودين فيه؟ ابدا. يعني احنا بص لسه النهارده كنت بفكر في الحكايه دي. احنا كنا زعلانين جدا من مبارك، ولا زال طبعا يعني بسبب الفساد والنهب والفوضى وكل الحاجات اللي احنا بنعاني منها، يعني بدأت من السادات وبدأت من ومبارك كلها يعني. ومع ذلك أنا أفتكر إن مبارك ده عمره ما تخلى عن أي جزء من البلد، وعمره ما وصل في تعميق العلاقات مع إسرائيل للمستوى اللي احنا وصلنا، وكان متردد طول الوقت ولم يستسلم لضغوط البنك الدولي والصندوق النقد. طب واحنا النهارده عملنا ايه؟ هل دي مراجعات؟ نقدر نقول انه صنع الله ابراهيم بيراجع موقفه مبارك مثلا؟ لا. ولا مقارنه؟ لا لا لا، مجرد بس مقارنه يعني. يعني لو رجع الزمن دلوقتي بيه الاستاذ صنع الله ابراهيم كان هيرفض نفس الحادثه الشهيره بتاعت التكريم بتاع جائزه وزاره الثقافه؟ ليه؟ كنت هتنفذ برضه؟ هترفض نفس طبعاً الشكل؟ وما زلت واطالب بمحاكمته وبإعدامه كمان، لأن هو مسؤول عن من أهم المسؤولين عن ال ويرجع المليارات اللي نهبها يرجعها. طيب تقييم حضرتك ايه لموجة المراجعات اللي عمالة بتحصل لمبارك دلوقتي، سواء على مستوى الشارع ناس تقول لك ولا يوم من أيامك، بعض السياسيين يقول لك لا برضو الوضع كده؟ ما أقول لك، ما هو الإحباط اللي حصل لأن هو محدش شايف إن في أي حاجة، يعني في مشروعات ضخمة وهمية
ومعمولة لحساب مجموعة معينة من الناس، والبلد ما تتحملهاش، وفي حاجات أخطر وأهم، ومع ذلك النتيجة إيه؟ إنك أنت تحس بده. هل حاسس إنه عندنا على كل المستويات سواء سياسة أو ثقافة أو فن مشكلة فيما يخص ترتيب الأولويات بتاعتنا واحتياجاتنا؟ عندنا مشكلة في كل حاجة، مش بس ترتيب الأولويات وترتيب الأواخريات إذا كان. بس دي نظرة متشائمة جدا. جدا. ما أنا متشائم. هل دي نظرة رواية؟ يعني حضرتك لو كتبت رواية عن الوضع اللي احنا فيه ده هتكون بنفس التشاؤم ده؟ هتختار لها اسم ايه؟ لانه انا حاسس انها بقت سواد حاجه زي كده. لا يعني انا ممكن اختار مثلا اسم اللعنه على وزن اللجنه. اللعنه مثلا. بمناسبه اللجنه بقى، هذه الروايه المحيره لعقول الناس كلها بشخصياتها. سمعنا من فتره انه كان المفروض هتتحول لعمل درامي او عمل فني او عمل مسرحي، ثم تعطل المشروع. ده الكلام ده من 20 سنه يعني. صحيح. ومشروع المسرح انتهى. واضح كده. يعني هو مشروع مسرح كان مرتبط بالمخرج مراد منير، وهو يعني ما لكن في الأفق أي تعاون تاني في تحويل اللجنة إلى عمل سينمائي؟ خلاص أنا عملت لها سيناريو سينما. يعني جالي مخرج شاب اسمه رامي عبد الجبار وقال لي أنا عاوز أعمل اللجنة دي فيلم وتكتبها. ساعتها انا كنت في حاله ماليش نفس اعمل اي حاجه وما عنديش، فلقيت انه اوكي يعني ده ممكن يبقى جميل، يعني ان انا انشغل بحاجه جانبيه كده. فقعدت عملت له السيناريو واخده طبعا، وقعدنا نتناقش بقى يعني كذا شهر بعديها، يقول مش عارف عاوز يعدل ايه وعاوز يعني، لغايه ما استقريته على الشكل النهائي. هل في دماغ حضرتك ابطال معينين شايفهم في الادوار بتاعت اللجنه؟ لا دي مش شغلتي بقى. لكن وانت بتكتب كده ما شفتش حد معين موجودين دلوقتي؟ لا يعني هم اللي كما انا كنت متصورهم في اللجنه يعني. مش يعني رشحت اسماء معينه مثلا؟ لا لا خالص. هل اللي حصل مع في تجربه ذات وحالة انه ذات بعد ما تحولت لمسلسل تلفزيوني بقت في وجدان كل الناس، والناس رجعت تاني تشتري الرواية، واطفال صغيرين وشباب صغيرين بدأوا يدوروا على الرواية ويشتروها، وبقت تقريبا يعني من الروايات الاكثر مبيعا بعد المسلسل، شجع حضرتك على انك تعمل اللجنة وتحول اعمال ادبية تانية الى مشروعات درامية؟ مش انا اللي ده مش اختياري انا. موضوع السينما ده او ده مش اختيار المؤلف، انا كتبت الرواية خلاص وانتهينا. الناس ممكن مثلا في اي روايه اي عمل في الدنيا اي عمل ادبي في الدنيا ممكن يتعمل فيلم يعني او طيب اي عمل تاني عاوز اعمل انا عاوز اعمله انا ما اعملوش انا ماليش دعوه في حد تاني هو اللي يبقى عاوز يعمل منتج وموزع ومخرج وكاتب سيناريو والى اخره يعني. فدي حدوته تانية يعني. طيب هرجع تاني برضو لروايه ذات. صنع ابراهيم كان بيقول في احلام ذات اللي هي البطله لما كانت بتشوف عبد الناصر والسادات في المطبخ واحد فيهم بيكسر المطبخ. هل حضرتك لجأت لموضوع الاحلام ده علشان تحكي صراعاتك مع الشخصيتين دول او تحديدا مع السادات؟ لا هو اللي كان يعني كان الاسلوب بتاع الروايه كان في نوع من التهريج من الضحك والاعتماد على المفارقات اللي هي ممكن تضحك يعني. فوقتها كان منتشر حكايه كان في اعلان بيطلع في التلفزيون بتاع حد واحده بتكسر المطبخ عشان تركب السيراميك البدعه اللي كانت جديده وطالعه وبتاع. فكانت الفكره اللعب على دي انه ده اختيار النظام السيداتي يعني اللي هو اغرقنا في مظاهر كاذبه ياكل رموز الانفتاح يعني بالظبط.
ده نموذج، ده رمزه يعني. ومن زاوية ثانية بقى، الناس اللي هم بتوع النموذج ده بيعتبروا انه ان عبد الناصر هو اللي بيكسب، هو اللي بيعمل يعني، لان على اساس الهدم والبناء ومش عارف ايه يعني، اللعب على المفارقات. هل الزمن برضه ما خلاش حضرتك تعمل اي مراجعات لموقفك من السادات، ولا نفس الموقف موجود؟ طبعا نفس الموقف طبعا. ايه اللي اتغير؟ لانه احنا كنا من أسوأ، من سيء الى أسوأ. طب يبقى ايه اللي اتغير؟ ده ياخدنا بقى لعبد الناصر. ليه حضرتك غفرت لعبد الناصر ما فعله، ولم تغفر مثلا للسادات؟ اولا يعني انا خصوصا ما فعلوا مع حضرتك بصوره شخصيه. لا بص هقول لك حاجه، في وزن امور تتعلق، امور كبيره تتعلق بالتاريخ والوطن ومستقبل وبتاريخ وبتاع، ما تقدرش تحط العنصر الذاتي في الموضوع يعني، مهما انت تعرضت لمشاكل وبتاع ده، لا دي حاجه تانيه. انما لابد الواحد يشوف الصوره الكامله. عبد الناصر طبعا له عيوب طبعا، عادي، المساله عاديه جدا، بس يذكر له ان هو الراجل اولا ربط مصيره وفكره وحياته الشخصيه بمجد، وربط المجد اللي هو متصوره نفسه بمستقبل وتطور وتقدم البلد دي، وحط مشروعه واخلص له. كون بقى ان هو المسائل تعرضت ل اخطاء واخطار، فدي حاجه يعني اعتقد انها حاجه ممكن تبقى طبيعيه، بس مش هتلغي الدور. هو حط بذره والبذره دي هتعيش، بذره المساواه الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه، الاستقلال الوطني، دي حاجات مش ممكن، ممكن يحصل تباجع فيها في بعض ده، بس دي هتعيش، وهو ده عبد الناصر. طبعا بلا شك طبعا في مسؤوليته عن حاجات تانية. يعني انه مثلا على سبيل المثال، وده ممكن يجيب لنا الموضوع تاني خالص، انه ال يعني 67 ان الجيش اللي مفروض ان هو يدافع عن البلد ويكون مهتم بال حمايه الحدود وحمايتها، ينشغل بحاجات ما لهاش علاقه يعني. حضرتك بتحمله مسؤوليه اللي حصل 67؟ طبعا بلا شك طبعا. امال مين هو؟ طبعا بلا شك، لانه ساب الجيش لعبد حكيم عامر، وعبد حكيم عامر انشغل بموضوعات، بانه مثلا سنه 66 انا فاكر الجيش قرر ان هو يمسك النقل العام. انت مالك امال النقل العام؟ انت جيش، انت تعمل، انت تدرب على الاسلحه، تدرب على القتال، تحط. بحس طول الوقت انه جيل حضرتك من الكبار السياسيين والكتاب والادباء، جيل الستينات تحديدا، طول الوقت عنده علاقه متناقضه كده مع عبد الناصر، بيحبه، بيغفر له، علاقه متناقضه جدا طول الوقت. ليه تعتبرها متناقضه؟ ليه ما تكونش دي علاقه موضوعيه؟ ايه التناقض فيها؟ انك انت ما فيش حاجه، ما فيش اي ظاهره او اي انسان او اي وضع كامل 100% في العالم. ففي جوانب ايجابيه وفي جوانب سلبيه، فكون ان احنا مدركين الجوانب الايجابيه والجوانب السلبيه ده مش تناقض. طيب حضرتك عشت دي موضوعيه شويه صغيرين في طفولتك وشبابك في العصر الملكيه. طبعا. ودلوقتي عايشين احنا السنين اللي فاتت دي عصر ملكي، في اجواء عصر ملكي تاني. لا، في اجواء كده فكره استدعاء ايام الملكيه، وانه كانت مصر احسن، وشوف مصر كانت عامله ازاي، ومصر كانت بلد البشوات، ومصر كانت الشوارع فيها زي اوروبا. النغمه دي اللي بتطلع مع كل ذكرى لثوره يوليو من بعد 2005 2011، انا اسف. طبعا لازم، متوقعه طبعا. ليه؟ لانه الجو العام كله بيساعد على ده.
الجو العام كله يعني في المدرسه وفي الجورنال وفي التلفزيون وبتاع، في دفع ليه لهذا الاتجاه يعني. هل ده يخلي الناس تحن للملكيه؟ يعني ولا حاسس ان في ناس بتزيف التاريخ ده؟ في ناس بس ما بتحن للماضي بشكل عام يعني. يعني انت حتى في حياتنا الشخصيه يعني، يا سلام زمان انا كنت مش، وبتنسى حاجات تانية يعني. دول مثلا بينسوا ان الحفاء، بينسوا ان الناس كانت بتمشي حافيه في الشارع، يمشوا ينسوا ان كان واحد زي لملوم اقطاعي كبير كان عنده سجن في عامل سجن في بيته في قصره في المنيا، مش عارف ولا كان في اسيوط ولا فين، عامل سجن بيسجن فيه الناس على مزاجه. المتنبي دايما المتنبي كان بيقول من سره زمنه ساءته ازمانه. ما بالظبط بينسى ان كان في الجنود الانجليز بيمشوا في الشارع عايشين في مطرح فندق ليلتون، كان معسكر ومختصرين المشهد في صوره وسط البلد الحلوه. البلد الحلوه يعني كانوا شويه البشوات اللي موجودين يعني حريصين على، اولا كان العدد قليل، خلي بالك من النقطه دي يعني. انت كان مصر كلها حوالي 20 مليون ولا 18 مليون وبعدين بقى 20 يعني حياة. فده يسهل اداره الامور يعني، وبالتالي ممكن يبقى في بعدين الانجليز والبشوات كانوا عايشين في وسط البلد اساسا يعني، ده الزمالك وشارع سليمان باشا وشارع فؤاد، فحافظين على ان هم يتحركوا في اماكن نظيفه ومرتبه. تمام، هروح لفاصل وهرجع لحضرتك مع قصه كده صغيره لصنع الله ابراهيم بعد ما خرج من السجن مع يحيى حقي ويوسف ادريس. فاصل وهنرجع نشوف حصل ايه بعد خروج الاستاذ صنع الله ابراهيم من السجن في 66. اهلا بكم مره ثانيه، لسه مكملين حوارنا مع الكاتب الكبير الاستاذ صنع الله ابراهيم، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن مرحله ما بعد خروجه من السجن سنه 66 وتلك الرائحه والموقف اللي جمع او راي يحيى حقي ويوسف ادريس في هذه الروايه. ايه اللي حصل بالظبط؟ هو انا طلعت من السجن 64 مش 66. 64 وبعدين يعني طالع يعني عندي رغبه ان انا اكتب، كنت بدات اكتب بتاع وكتبت الروايه دي اللي هي تلك الرائحه، اول حاجه انا كتبتها. قبل ما اكتب كنت رحت اتعرفت بيها حقي، هو كان ماسك مجله اسمها المجله تطلع من مصلحه الفنون شارع صبات، والراجل الحقيقه راجل عظيم جدا يعني، راجل كان عنده مكتب ضخم بتاعه، مش دعوه بمكتب، بيقعد على كرسي، واي حد يروح من الشباب يسمع لهم ويقرا لهم ويتكلم معاهم بحب وب فانا كنت بدور على شغل طبعا بعد ما طلعت، وكنت بدات اترجم شويه حاجات يعني، واعمل عملت مثلا عرض لكتاب جديد طالع في، انا كنت رحت اشتغلت في مكتبه فكان في كتاب طالع لناقد انجليزي اسمه ستيفن سبندر، كتاب جديد كان طالع فعملت له عرض ورحت اديته ليحيى حقي، كان في باب في المجله للحاجات ده هي، فالراجل يعني اتبسط جدا ورحب بيا ونشر، وبدات كل شهر اخد له حاجه اديها له. فلما كتبت الروايه ده هي رحت اديها له برضه هديه يعني، او عشان يقراها وبتاع، فالراجل بص للكتاب كده تلك الرائحه، فقال يا بطريقته الابويه يا سلام، ريحه جميله وطالعه،
طبعا هو في الكتاب في ريحه، بس هي ريحه الخرى لا مؤاخذه يعني، او ريحه المجاري اللي كانت ماليه الشوارع. كان المجاري ضربت في الشوارع وقتها، فدي كانت دي الريحه اللي انا كنت بتكلم عنها. حتى كنت مسميها الاول الرائحه النتنه في انفي. يوسف ادريس هو اللي اصر ان انا اغير الاسم، قال لي يعني طويله وملوش تلك الرائحه. وفعلا ده اختيار، كان اختيار يوسف ادريس. بس سبت له البتاع ومشيت. هو قرا، وبعدين انا فوجئت بقى انه كاتب مقاله في المسا، كان بيجي له عمود في جريده المسا، وهو كاتب فيه انه انا يعني تقززت ومش عارف ايه، ومن الاوصاف الفسيولوجيه مش عارف يعني هاجم. قال لي وكاتب قال ان الروايه دي كان ممكن تبقى عمل عظيم جدا لولا ان مؤلفها ان حضر الى مش يعني ايه، قال رايه يعني، قال يعني ان هو تقزز من الالفاظ الموجوده، الفاظ والمواقف والاوصاف، لانه يعني كان في مثلا اشاره مثلا لحاله اغتصاب شاب في اسم الشرطه، في إشارة لواحد بيستمني في بيته، يعني في حاجات ما كانش الكتابة بتاعتنا ما كانتش متعودة. هل السجن خلاك محمل بالغضب ده كله فطلعت في الرواية مثلا؟ ممكن ممكن طبعا. أنا السؤال بتاع موقف حضرتك مع يحيى حقي، علشان حضرتك تقول لي على فكرة إنه كان بيستقبل الشباب، هل الشباب اللي موجودين دلوقتي من الادباء والروائيين عندهم نفس الفرصه انه يلاقوا مكاتب الاساتذه وكبار الادباء مفتوحه ليهم، ياخدوا رايهم ويقعدوا معاهم ويتكلموا معاهم؟ هل شايف ان هم حظوا بنفس حظوظ جيل الستينات في 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 ان المكاتب الكبيره كانت بتفتح لهم، ولا شايف انهم مظلومين؟ يعني بص انا يعني ما اعتقدش، يعني ما اعرفش بالنسبه للمكاتب الكبيره ايه. أنا فيما يتعلق بي أنا بيجي لي باستمرار يعني شباب، ويعني على علاقة طيبة بيهم. في الأول أنا كنت ما كنتش مهتم بالحكاية دي، ولما تذكرت اللي كان يحيى حقي بيعمله وحسيت إن ده جزء من والحقيقة مراتي كمان ضغطت عليا في إنه يعني أسمع للشباب واتكلم معهم، وفعلا حصل الحوار. انما عموما بص يعني الظروف مختلفه والجو مختلف، وبعدين كمان في نقطه تانية كمان مهمه جدا، انه ما عادش اعتقد انه الشباب فقد ثقته في الاجيال اللي قبليه بسبب الاداء السيء لها. اداء على مستوى الادب ولا السياسي؟ على كل المستويات والحياتي وكله، يعني بيجروا فلوس، بيبيعوا اي حاجه، مش مهتمين لا بقيم ولا باخلاق ولا يعني، دي كلها بتبقى محبطه بالنسبه للجيل الشاب يعني. هل ده تقييم حضرتك للنخبه المثقفه الموجوده دلوقتي؟ ان هي احبطت الشباب يعني؟ طبعا بلا شك، طبعا بلا شك بلا شك طبعا. نسبة كام؟ أنا أحاول أكون متفائل، نسبة كام؟ نسبة كبيرة يعني. أنا قلت لك حتى في نماذج قليلة جدا اللي ممكن الواحد يحترمها ويقدرها ويعتد بها، إنما الباقي للأسف الظروف وضغوط الحياة. طب لو سألتك عن الكويسين هتقول؟ مش هقول الوحشين، كويسين. مالهم؟ زي مين؟ زي مين بقى اللي لسه محتفظين برصاناتهم؟ ما انا قلت لك، انا قلت لك بتوع نقابه الصحفيين وبتوع نقابه الاطباء مثلا. في الادب؟ في الادب؟ لا ده ناس كتير يعني الحقيقه برضه، يعني في ناس كتير يعني. مفيش اسماء وارده بالنسبه لا لها. بص ما حكايه الاسماء انا ما بحبهاش دي، لان دي ممكن الواحد ينسى، تنسى يعني الذاكره، ما تجيبش حد وتجيب حد فيزعل ويقول لك انت مش عارف. مره واحد مره واحد قابلني يعني قال لي انت ليه ما جبتش اسمي في ال، انا كنت في البتاع بتاعت الجايزه عملت بيان وذكرت فيه مجموعه اسماء لناس قلت ان هم يستحقوا الجايزه،
فقال لي طب ليه ما قلتش اسمي؟ انا ما قلتش اسمي مش لاي سبب، نسيت يعني ما جاش على بالي. فمن ساعتها قررت ان انا ما اخشش في لعبه الاسماء دي خالص يعني. من الادب هرجع تاني بالحرج في السياسه. بعد 25 يناير انت حضرتك شايف انه تم اجهاض اللي حصل في 25 يناير، قلت انتفاضه تم اجهاضها طبعا، وكان سر كبير جدا من الاجهاض ده راجع ليه ان الاخوان المسلمين كانوا التنظيم القوي، وكان حضرتك عندك حاله من الغضب كده والخوف على البلد وقت ما الاخوان كانوا مسيطرين على البرلمان والرئاسه والسلطه. بتقييم حضرتك السنتين بتوع الاخوان دول ازاي؟ سواء اللي قبل الرئاسه او السنه بتاعت محمد مرسي. يعني كانوا سنتين كوميديتين يعني. احنا كنا بنضحك طول الوقت من اللي من المهازل اللي بتحصل. طبعا ما كانش في عندهم خبره بالدوله، اداره الدوله، وبعدين وكان في ضغوط مقتل يعني ممكن نلتمس، وبعدين عندهم ضيق افق التعصب سواء اذا كان ديني او سياسي بيخلي الافق ضيق جدا، ما بتقدرش تشوف الواقع، ما بتقدرش تشوف الاخرين، انت ما بتشوفش غير نفسك، فترتكب حاجات يعني الراجل يطلع انت بقيت رئيس جمهوريه تقوم روح تجيب الجماعه اللي قتلوا السادات وتقعدهم في عيد اكتوبر. مش معقول يعني. طيب بالنسبه حضرتك قلت كلمه كده اسمها خبره اداره الدوله، وانت كنت شاهد منذ البدايه على نشأة دوله يوليو. ازاي تطورت خبره اداره الدوله عند دوله يوليو؟ اولا لاحظ كمان السن، لاحظ يعني المجموعه اللي قامت، مجموعه الضباط اللي قامت بانقلاب يوليو. انقلاب هو في الأول كان انقلاب يعني، وبعدين تحول بالتدريج إلى إلى ثورة يعني، بس هو أول ما قام كان انقلاب عسكري. كانوا شباب ومتحمسين، والأول كانوا يعني عندهم درجة عالية جدا من الحماقة يعني في حاجة تصرفات وبتاع، وكان في عناصر بعد كده بدأت تبقى يعني سيئة يعني من ناحية السلوك، من ناحية الانتهازية، ومن ناحية إلى آخره. وبعدين بسبب جدية بعض الناس اللي هي وأساسا عبد الناصر وخالد محي الدين ويوسف صديق والناس، بسبب جديتهم وإنه في أفق، في رؤية، ولو إنها كانت ضبابية شوية بالنسبة لعبد الناصر في الأول، بس بالتدريج ابتدى يبقى فيه اصرار على ان هو قضيه الاستقلال الوطني تبقى كانت هي فعلا نمره واحد، وبعدين قضيه العداله الاجتماعيه، انه ما اقدرش انا ما اقدرش يستمر في هذا الحكم الا اذا حقق للغالبيه الحد الادنى من بدءا من الاصلاح الزراعي الى اخره الى اخره. طيب احنا الفتره الاخيره طول الوقت بنسمع دعوات على ضرورة ان احنا بعض الناس بتدعو يعني سواء من بره بقى، منصات بره او منصات جوه، المصالحة مع الاخوان. شايف الدعوات اللي بالشكل ده عاملة ازاي؟ هل جسم الدولة المصرية، هل الناس اللي موجودة في الشارع دلوقتي، هل ممكن تقبل فكرة المصالحة مع الاخوان؟ بص هقول لك حاجة، هي بأداء الاخوان اللي موجود دلوقتي. بص المصالحة داخل اي نظام او اي مجتمع ضروري يعني، مش ممكن اي مجتمع يعيش الى الابد في حاله درجه مصالحه، ولكن هذا لا يعني ابدا التنازل عن حاجات اساسيه. مثلا منها ايه؟ ان انا مش ممكن اصالح مع ناس بتقتل وبتبني قنابل وبتاع، يعني لابد يتخلى عن العنف تماما، وبعدين لابد يعاقب كمان. مش قضية أنا ما بحبش كلمة القصاص والصقب والكلام الفارغ ده، هو قضية قانون، في قانون في عقاب بالقانون. فده الأساس يعني على ما أظن يعني. طيب
واحده من الحاجات اللي بتحصل دلوقتي ان احنا بنشوف الاخوان المسلمين اللي فضلوا على مدار سنين طويله جدا يقول لك امريكا هي الشيطان الاعظم الشيطان الاعظم، بنشوف حاله من الاستنجاد والتقارب ما بين الاخوان وما بين هذا ما كان يسمونه بالشيطان الاعظم. وحضرتك واحد من الناس اللي طول الوقت شايفه الولايات المتحده الامريكيه امبراطوريه استعماريه بتعمل كده شويه يعني حاجات حلوه في نفسها عشان تبان اللي هي راعيه الحريه والديمقراطيه، شايف حاله التزاوج اللي بتحصل دلوقتي ازاي او الترويج من قبل الاخوان امريكا بترعى الديمقراطيه سواء في الشرق الاوسط او في غيره؟ لان هي اللي جابتهم. يعني الامريكان والغرب عموما يعني، وانا حضرت ده باشكال يعني، كنت في المانيا مثلا في الوقت ده هو، وكان في وفي يعني ناس حاله من الاستنفار في الاعلام ضد كان الانقلاب او ثوره 30 يونيو، نوع من الجنون، لان كانت الخطه بتاعت الغرب، الخطه اللي كانت موضوعه هي ان المنطقه كلها تبقى في ايد الاخوان المسلمين، ان هم من اول المغرب لغايه العراق، ويبقى ده هم يعرفوا يتفاهموا معاهم. نفس العقليه رغم الاختلاف اللغات ونفس العقليه، دول تجار ودول تجار. اخوان تجار تجربوا كل حاجه. والتانيين برضه. بس حضرتك حكيت مره انك كنت بتعاني طول الوقت من السؤال بتاع صنع الله ابراهيم ده، انت مسيحي ولا مسلم؟ كنت بترد على الاسئله دي ازاي؟ وشايف الوضع دلوقتي؟ مرة البواب بتاعي ابنه شاب صغير قال لي استاذ صنع الله انت يعني انت مسيحي ولا مسلم؟ تصور يعني بعد هو انا اعرفه هو اتولد في البيت ونشأ وبعدين ما تفهمش ايه اللي حصل فجت في دماغه انه يسالني السؤال ده. فانا غلطت ان انا قلت له انا ما جاوبكش على السؤال ده، بلاش ما تسالش سؤال سخيف زي ده، هو فاعتبر ان انا مسيحي. انا مش مسيحي بقى. ف بعد كده حصل مشاكل فكان يوجه الي الاتهام ده اصله مسيحي، حاجه سخيفه جدا، حاجه قذره يعني. بس من زاويه ثانيه انا ندمت ان قلت يعني كان لازم تقول له، ما كنت تقول له انا مسلم تقول له واخلص يعني وتخلص. طب ما تيجي نقول للناس ايه سر تسميه حضرتك باسم صنع الله ابراهيم؟ لان القصه حلوه الحقيقه. والدي كان عنده حوالي 60 سنه تقريبا، وجوز والدتي وخلفني. واعتقد ان هو ما كانش متوقع او ما تفهمش ايه يعني، لان هو عمل حاجه اسمها الاستخاره. جاب القران فتحه وحط صباعه كده هو، فطلعت كل شيء من صنع الله. من صنع الله. فقال لك هو ده بقى صنع الله بقى. صنع الله الذي اتقن كل شيء صنعه. مثلا. في هذه الآية، فمن هنا جت التسمية. وفي الغالب يعني انا كان جسمي صغير واحتمال يعني ضئيل. من ضئيل الحجم يعني. طيب هروح بقى لحاجه تانية بتحصل دلوقتي، في خلل شايفه حضرتك في جينات المصريين اللي طول الوقت عاملين بيتخانقوا، اصله لاعبات التنس لابسين ولا لاعبات الاسكواش لابسين لبس قصير، والبنت بطله السباحه لابسه مايو، وبعدين يطلع لنا شويه الليبراليين يكتبوا يقول لك وازاي بنات بتوع الطايره يلبسوا حجاب وازاي مش عارف ايه، شايف الخناقه على لبس ستات مصر ده عامله ازاي؟ طبعا خناقه مضحكه يعني. لما يتورط فيها، لو اتورط شيوخ متطرفين ادينا متعودين، لكن لما يتورط فيها رموز ليبراليه او محسوبه على الليبراليين في مصر هتروح بينا فين الحكايه؟ ان هم يدافعوا عن لا مش يدافعوا، بيسخروا من لاعبات كره الطائره الشاطئيه عشان لابسين حجاب ولبس محتشم في ملعب. انا معاهم. انا معاهم طبعا. يعني الرياضه ما فيهاش ده. لا اذا كان القواعد بتاعه اللبس نفسها في البطوله بتسمح بهذا الامر، ثم ظهرت بعض صور للاعبات الولايات المتحده الامريكيه كانوا لابسين لبس قريب جدا من اللبس اللاعبات المصريات، ايه المشكله في كده؟
طب ايه المشكله اصلا؟ يعني انا يعني اللبس ده مساله ممكن انها يعني ما يجيبش يكون محل نقاش. يعني اللبس مش مشكله، تلبس اي حاجه. في ناس بتمشي عريانه في اماكن في افريقيا وعادي، يعني بالنسبه لهم عادي، عريانه خالص مفيش مشكله. وفي هل الخطاب الديني اللي بيحصل دلوقتي مسؤول عن ده؟ ما هو ده الخطاب الديني بيستغل اي حاجه. يعني يعمل استغلال سيء جدا لحشرات الحاجات الصغيره البسيطه ويحاول ان هو يوظفها. وده يعني كلام ما صحش، يعني لازم نكبر دماغنا عن الحاجات دي يعني. تمام، فاصل ونرجع نكمل حوارنا في جزئنا الاخير مع الروائي والاديب والكاتب الكبير الاستاذ صنع الله ابراهيم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين حوارنا مع الاديب الكبير الاستاذ صنع الله ابراهيم، وهنروح عند منطقه ثانيه. في منهج توثيقي طول الوقت في روايات حضرتك، ده ظهر في ذات وظهر في بيروت بيروت وورده وحتى العمامه والقبعه، في عموم المشروع الادبي بتاع صنع الله ابراهيم في منهج توثيقي. هو انا معاك يعني في، بس انا ممكن اكون مختلف شويه في التوصيف في الوصف في الكلمه يعني. يعني هي الفكره اساسا كانت مش توثيق بقدر ما هو اخذ اكبر كميه او قطعه من الواقع بما فيها من جوانب مختلفه. فالجوانب المختلفه ده هي فيها الوقائع الاقتصادية والسياسية، وفي الدور اللي بتلعبه الصحافة والوسائل الإعلام التانية اللي كانت موجودة. فكل ده الأغاني مثلا، كل دي حاجات تحس انها يعني تبقى موجودة في العمل. فمن هنا بدأت ده جانب. الجانب الثاني كان هو دي كانت البداية الحقيقة. وبعدين حصل حاجة يعني مهمة جدا، انه وانا بشتغل بكتب في رواية نجمة أغسطس اللي كانت الرواية الثانية، فحصل انه لفت نظري منشدت في الجورنان، الكلام ده سنة 67 في أبريل، قبل النكسة. حضرتك استخدمت جرايد كتير في ال فالعنوان كان المشير عبد الحكيم عامر اللي هو كان وزير الدفاع وقائد الجيش وبتاع وزير حربية، يقول نحن أقوى قوة ضاربة في الشرق الأوسط. ماشي. بعديها بحوالي 6 أشهر كان في منشط تاني في الجورنان، انتحار المشير عامر. وانا وقفت قدام، قعدت ابص، الله، طب ده يعني في شيء يعني جميل او يعني ملفت او تناقض صارخ مؤثر جدا. لو حطيت الاثنين دول جنب بعض، ولو حطينا حاجات كتيرة تانية جنب بعضها، وبالتالي بدأت فكرة انه استخدام المادة المادة التوثيقية او الوثائقية اللي موجودة في الجرايد في عمل. وقعدت اجمع لغاية ما وصلت للحاله بتاعت ذات. يعني ودي فوضت عليا الحقيقه. انا كنت كان اكوام من الجرايد في البيت، وانا بيتي صغير، شقه صغيره جدا والطين، ومراتي برضو نفس الشيء يعني برضو
بتجمع برضه، هي برضه مجلات وحاجات زي كده، فبقت في وكان لازم يعني في لحظة كنا هنطلق يعني كان لازم يحصل حل. فالحل ايه؟ كان ان نخف المسألة دي. روحت ماسك الجرايد وانا لسه مش مقرر انا هعمل ايه، بس حاسس ان هنا في حاجة. روحت ماسك الجرايد وقعدت افرقها بقى، ارمي ده، اخد العنوان ده اشيله، وعملت كشاكيل احط فيها الحاجات اللي انا اخدتها وادرسها يعني ازاي ايه. وبرضه لسه ما كنتش عارف يعني الموضوع ده هيمشي ازاي. وبعدين يعني النتيجه الطبيعيه انك انت تمسك حاجه وتقعد تدرسها وتتمعن فيها وتحاول تلاقي لها حل، النتيجه انك انت توصل لحل. يعني ازاي طلعت نتاج معركه زوجيه؟ يعني لا مش حاجه يعني خلاف زوجي، معركه جرايد، معارك مش معركه واحده. طيب هل حاسس دلوقتي انه الادب المصري في خطر؟ لا ابدا بالعكس، لانه انا بقرا وبسمع حاجات في منتهى الجمال. يعني في الثلاث اربع اشهر اللي فات ده، هما في عده روايات رائعه طلعت، في الروايه بتاعت الكتابه بالمشرط بتاعت لكتاب جدد، يعني اول عمل يعملوه دكتور طبيب اسمه ايمان يحيى، عامل روايه عن العالم بتاع المستشفى الجامعي الجامعه، وواحد تاني برضو ما كتبش قبل كده او كتب قبل كده روايه صغيره، واحد اسمه عمرو حموده عامل روايه السمسار اللي بيوثق فيها لرحله اعتقد يعني شخص يشبه حسين سالم. في وبعدين البنات في كاتبات رائعات جدد، في واحدة في المنصورة اسمها داليا أصلان، وواحدة تانية قبليها اسمها دوفيا الكبداني، دي عاملة دوفيا الكبداني عاملة كتابين لحد دلوقتي، رمال ناعمة وحكايات القطط، عمل أعمال أدبية في منتهى الروعة. وداليا أصلان عاملة عن مدينة المنصورة عاملة ملحمة. يعني كل في ده يبشر بخير. وفي محاولات للأسف بتنتهي بهم للسجن، واحد زي أحمد ناجي اللي عامل رواية جميلة أيا كان الاختلاف حواليها موجود في السجن. وحضرتك رحت شهادة مع أحمد ناجي؟ طبعا لازم طبعا. لان الواحد نفسه يعمل للناس دي حاجه، يعني شايف هو تجربه ناجي تجربه هو مخيفة. واسلام بحيري ودوما وملك عدلي والناس دي كلها ضحايا. يعني في شيء مقزز بيحصل. من يومين كان في كاريكاتير في جورنال من الجرايد بيمثل الواحد ماشي شعبه عامل كده وبتاع، وان ده صوفجي ناشط ومتظاهر وبيشتغل في غسيل الاموال. ده كلام ده منتهى الابتذال، منتهى ابتذال المعنى، منتهى يعني قله الادب دي. قله ادب دول الناس يعني ضحوا بحياتهم في سبيل الكلب اللي عامل الكاريكاتير ده. طب احنا هنتحفظ بس على اللفظ، وهرجع لحضرتك برضو لروايه لحادثه قديمه وهي شهد عطيه. في نفس الكلبش بتعرض لتعذيب، التجربه دي صنع الله ابراهيم بيوثقها ازاي؟ بتاثر عليه ازاي؟ بتاثر من عده زوايا. يعني انت بتتكلم عن السجن ولا عن شهدي؟ عن شهدي كتجربة إنسانية كمان، وعن السجن وعن كله. طبعا يعني شوف، يعني أنا شهدي بالنسبة لي كان بديل أو في مكانة الأخ الأكبر أو الأب حتى بسبب فرق السن يعني، بس كانت الـ 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 المسألة المؤثرة جدا إنك أنت تبقى جنبه وبعدين بعديها بساعات تشوفه وبيتضرب وبعدين يموت. ويعني مسألة ملهاش منطق، يعني ملهاش معنى، يعني
اطلاقا، لانه هو كان المضحك ان هو واحنا كلنا كنا بنأيد عبد الناصر. انما لا تتخيل وحشيه الضباط واللواءات اللي كانوا بيضربوا فينا لهذا السبب. يعني لو كنا احنا ما بنأيدش كنا عملنا معامله افضل. تفسير حضرتك ايه ده؟ فكرة انه عشان انت بتأيد بضرب القسوة دي، لان هم كلاب يعني ببساطة يعني. طيب خلينا اروح بس اوري حضرتك شوية صور واخد على كل صورة تعليق. ممكن اول صورة يا جماعة بعد اذنكم، الملك فاروق. مالك تعليق واحد على الملك فاروق. انا مش شاطر في اللعبة دي على فكرة. ولك مطلق الحرية. يعني مش يعني ايه وصفه، شايفه ازاي؟ راجل حليوه. هل شفت انه اتظلم؟ لا ما اتظلمش طبعا. ايه اللي اتظلم؟ دي قصص. هل تم تزييف تاريخه زي ما بعض الناس؟ لا ما تزييفش ولا حاجه، ده بالعكس، ده تم تحسين تاريخه المنيل. اللي بعده؟ عيل طفل جه مسك البتاع وضحيه، هو ضحيه وله ضحايا، وراجل كان بيلعب قمار ونسوان وبتاع، ودي مساله معروفه يعني، وبيحاولوا دلوقتي لا ما كانش ده، كان مش عارف ايه ده شغل هيزعل الكلام ده. حزب كبير دلوقتي موجود بيحن للملكيه. خلينا نروح بقى يعني يروح محمد نجيب. محمد نجيب طبعا يعني رحله ماساويه خالص، لأن هو لعب دور مهم جدا، تصدى يعني وتصدر الانقلاب اللي تحول لثورة بعد كده، وكانت حياته مؤثرة بعد كده بسبب يعني غرام، ما هم كلهم بيبقوا مغرمين بغرام عبد الناصر بالسلطة. انه مش عاوز منافس. لو وثقت كلهم كده، كلهم مش عاوزين منافسين. لو حضرتك وثقت حياة محمد نجيب هتختار لها ايه كاسم رواية؟ لو وثقت حياته في رواية ممكن تختار لها اسم ايه؟ ما اعتقدش ان انا ممكن اضيع وقت في حاجة زي كده. يعني انا افضل اعمل ده مثلا بالنسبة لعبد الناصر مثلا. طيب خلاص هاتوا لنا صورة عبد الناصر ونشوف بقى اسم الرواية بقى ايه. عبد الناصر لو وثقت حياته بقى هتبقى ايه؟ هيبقى اسم ايه؟ هنحط له عنوان ايه؟ 1970 تاريخ الوفاة. اشمعنى؟ هي دي السنة اللي ممكن انا اعمل يعني اعتمد عليها يعني. اللي ممكن انا استخدمها كقماشة لأنها كانت سنة مأساوية بالنسبة له وبالنسبة لنا كلنا وبتاع، وفي نفس الوقت فيها العناصر الجميلة يعني، فيها المقاومة وفيها حرب الاستنزاف وفيها الضحايا وفيها استرداد القوة والتركيز على ده. اللي بعده؟ وفيها المؤامرة اللي تمت اللي هي قتله. انت حضرتك بتقول دلوقتي ان عبد الناصر قتل؟ طبعا. مؤامرة من مين بقى؟ من ناس كتير. يعني حضرتك مقتنع ان عبد الناصر قتل؟ من الامريكان والسعودية والملك فيصل وعملائهم هنا. طيب اللي بعده؟ السادات. احنا اتكلمنا عنه قبل كده. طيب اللي بعده؟ اللي بعده مبارك برضه شرحه برضه. اللي بعده محمد مرسي. راجل طيب وغلبان واتحط في وضع يعني مش قده مش قد الكرسي اللي كان خالص. اللي بعده وزير الثقافه الاسبق فاروق حسني. شاطر شاطر
على عكس اراء كل الناس ان وزير فاروق حسني كان بيخرب الثقافه. حضرتك شايفه شاطر؟ لا ما هو شاطر، هو ممكن يخرب الثقافه وشاطر في شاطر في التخريب يعني. شاطر في التخريب ولا شاطر كوزير الثقافه؟ ما هو شاطر كمخرب. السيد وزير الثقافه الحالي علم النمنم ما عرفوش يعني، ما احتكتش بيه وما فيش، ما قالوش. شايف اداؤه ازاي؟ ما اعرفش يعني، ما حسيتش يعني، مش باين يعني، لسه راجل لسه جديد يعني. يعني لازم يخش في مواقف ومشاكل، بس انا كنت يعني منتظر ان هو مثلا يتدخل دفاعا عن اسلام بحيري، يتدخل دفاعا عن احمد ناجي، يعمل اي حاجه. بس هو عمل كده في تصريحات فعلا؟ لا، تصريحات اكتر من تصريحات. تصريحات اكتر من تصريحات يعني. اللي بعده ابراهيم اصلان، ده كاتب عظيم، و يعني خساره حقيقي، خساره ضخمه جدا للادب، وترك تراث جميل يعني. صحيح. اللي بعده استاذ وحيد حامد. ما يعني ما عنديش فكره خالص، ما اعرفوش كويس يعني. اداؤه كاتب سيناريست، ما قابلتلوش حاجه، وما بشوفش. بتحب السينما؟ ما بشوفش. احبها، بحب جدا. شفتش ولا فيلم لوحيد حامد خالص؟ لا. اللي بعده ما بحبش اشوف عادل امام. بتحب تشوف عادل امام؟ خالص. استاذ جابر عصفور. جابر عصفور انا اعتقد ان هو الناقد الوحيد في العالم العربي، لان انا شفت ان هو بيخش جوه يعني كل النقاد التانيين بيتعاملوا بشكل سطحي مع يعني من زاويه او بطريقه وفقا للتقاليد، للتقليد، في تقليد كده بالنسبه للنقد الادبي يعني. هو بيكسر ده، بيستفيد طبعا من المدارس الحديثه وبتاع، بس وبيتعمق يخش جوه بشكل يعني جميل جدا. وبالنسبه وبعدين هو استاذ اكاديمي من الدرجه الاولى يعني. وبالنسبه لجابر عصفور وزير الثقافه، جابر ما لحقش، هو قاعد وزير الثقافه ايه ايام، وكانت غلطه مش كافيه للتقييم، بس كانت غلطه، كانت غلطه، الغلطه الخطيره في حياته يعني. طيب الصوره الاخيره، شهدي عطيه شهيد الحركه الشيوعيه بعد تقريبا نص قرن، ماذا تقول له الان وعنه؟ بص انا اعتقد انه الدور اللي قاموا بيه الشيوعيين في تاريخ مصر الحديث لن يمحى ولن ينسى، لان هم حطوا بذور لكل شيء جميل ومتقدم في حياتنا، سواء على مستوى السياسه او على مستوى الثقافه والادب والفن والحاجات دي كلها. وهو كان من مؤسسي الحركه دي. لسه في شيوعيين في مصر؟ ليه لا؟ انا واحد منهم. لكن حضرتك طول الوقت مثلا الاحزاب اليساريه على كل اتجاهاتها شايف ان هي عندها مشكله ولم تقدم كل ده؟ لازم يكون عندها مشكله، كل الحياه نفسها مشكله. انت عندك مشكله وانا عندي مشكله. صحيح. كل واحد لازم يكون عنده مشكله. ما الذي لم يكتبه صنع الله ابراهيم حتى الان؟ وده سؤال الاخير. ما الذي ايه؟ لم يكتبه صنع الله ابراهيم حتى الان. انا نفسي، لا في حاجات كتير طبعا. أنا نفسي أعمل رواية عن عبد الناصر. نفسي أكتب عن الجنس بشكل يعني راقي يعني، بس وبشكل علمي يعني، أدب. مش كفاية كده. نتمنى انه الاستاذ نعال ابراهيم يحقق احلامه ويكتب عن عبد الناصر ويعمل عمل راقي زي ما هو وصفه عن الجنس بشكل ادبي.
انا بشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك معانا النهارده الكاتب والاديب الكبير الاستاذ صنعان ابراهيم. متشكرين جدا انك شرفتنا في برنامج اسره الكلام. ورب ما نكونش احنا تقال على حضرتك ابدا. لا 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 بالعكس انا استمتعت جدا. متشكر جدا. دي كانت حلقتنا النهارده في برنامج اسره الكلام. بكره ان شاء الله يكون لنا لقاء مع حضراتكم في حلقه جديده. وبكره حته من روح مصر حصل فيها مشكله واحنا بنصور في المطريه. اتمنى انكم تشوفوها معانا عشان تعرفوا لما روحنا نوار حضراتكم المطرية اللي محدش يعرفها أو يفتكرها مدينة العلم والرمل، شفنا حاجات تانية خالص خالص خالص. نشوفها مع بعض بكرة إن شاء الله. تصبحوا على خير.